يواصل معهد شارقة للتراث مشاركته في معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته 55 عبر استعراض مجموعة من الإصدارات الثقافية والتراثية بجانب عقد ندوات تخصصية. نستعرض جانبا منها في التقرير التالي. لقد ترك لنا الأسلاف من أجدادنا الكثير من التراث الشعبي الذي يحق لنا أن نفخر به ونحافظ عليه ونطوره. وصية الراحل الشيخ زايد بن سلطان النهيان لأبناء أمته بالحفاظ على الموروث، وعمل بها معهد الشارقة للتراث، وأكدها في كل فعالياته المحلية والدولية، أحدثها تلك الندوة التي نظمها على هامش مشاركته في معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته 55 بمشاركة مجموعة من الأكاديميين المتخصصين في التراث، وحضرها سعادة الدكتور عبد العزيز المسلم رئيس المعهد. اليوم طبعا كانت في فعالية لإطلاق آخر إصدارات صدرت من معهد الشرق للتراث والتي تتوافق مع انطلاق معرض القاهرة الدولي للكتاب. هي 4 إصدارات مهمة، أهمها مثلا الجزء 12 من عالم التراث الذي يشرف عليه الأستاذ إيهاب الملاح، وهو عن كتاب نادر عن 1000 ليلة وليلة، وأيضا موسوعة القصص الشعبي في صعيد مصر والذي يحتوي على 1080 حكاية وكتب أخرى عن الفروسية وغيرها. إحنا اليوم بنجتمع نركز الضوء على التراث بشقيه المادي واللامادي، ونشوف التجارب اللي فيها الصيانة وصيانة الحفظ والصيانة، وكذلك بنعمل فوكس على الجهود المبذولة من دولة الإمارات ومن معهد الشارقة للتراث في سواء التراث اللامادي سواء الأيام الشارقة التراثية. الندوة استعرضت جهود النشر ومبادرات المشاريع الثقافية التي أطلقها المعهد وأسهم من خلالها في نشر مشروعات وأبحاث من التراث المصري، وفيها تم توقيع 4 كتب من إصدارات معهد الشارقة للتراث. أصدر لمعهد الشارقة كتاب بعنوان أو موسوم بالنموذج الثقافي للموت والخلود الرمزي. الكتاب يتضمن تحليل مضمون لنصوص العديد في شمال صعيد مصر يعني، وما تكشف عنه هذه النصوص من أفكار الخلود الرمزي وهكذا. من إصدارات معهد الشارقة المهمة سلسلة عالم التراث التي أشرف بإدارة تحريرها والمسؤول عن وضع خطتها للنشر، وقد أصدرنا منها حتى الآن 12 كتابا أظنها تغطي أو تملأ فراغا في المكتبة العربية. حوار ثري دار خلال الندوة بين الضيوف والجمهور الذين أكدوا على الدور الكبير للمعهد في حفظ التراث وإسهاماته في نشر التراث والحفاظ عليه. وفي نهاية الندوة كرم سعادة الدكتور عبد العزيز المسلم الأساتذة المشاركين بمنحهم شهادات تكريم. اختتمنا اليوم البرنامج الثقافي المصاحب لمشاركة معهد الشارقة للتراث في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 55، والذي ضم العديد من الأكاديميين والباحثين المصريين، وتم توقيع العديد من الكتب. كما شارك سعادة عبد العزيز المسلم رئيس معهد الشارقة للتراث في ندوة إماراتية أخرى جاءت بعنوان أهمية الموروث الشعبي في توثيق حركة المجتمع، ونظمها جناح الأرشيف والمكتبة الوطنية، وتناولت بدايات توثيق التراث الإماراتي، حيث أشار المسلم لدور إمارة الشارقة في هذا المجال. إصداراتنا وصلت إلى 700 إصدار وعمر المعهد أقل من 10 سنوات. 700 إصدار ولا مؤسسة في الوطن العربي وصلت لهذا المستوى في مجال واحد. نحن في مجال واحد ننشر يعني فقط التراث الثقافي. مشاركات معهد الشارقة للتراث في ندوات معرض القاهرة الدولي للكتاب أكدت على جهود المعهد في حفظ التراث وإثراء المكتبة العربية والإماراتية بالمزيد من المعارف. لأخبار الدار محمد عبد العظيم، القاهرة.